على مدار الأعوام الماضية ازدهر قطاع الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط، وحققت شركات الطيران نمواً كبيراً لا سيما في حجم أسطولها. المزيد في تقرير من قناة العربية. في وقت ما زالت بعض القطاعات تحاول النهوض من آثار الأزمة المالية العالمية، يعيش قطاع الطيران الخاص نمواً فريداً في منطقتنا. ويتوقع اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط نمو الاستثمار في القطاع بواقع 15% خلال العام الجاري. عدد الطيارات مرشح للارتفاع من 500 طائرة حالياً إلى 735 طائرة في عام 2020 وإلى 2300 طائرة عام 2030. العام الماضي كان عندنا نسبة ارتفاع عن العام الذي قبله، يعني عام 2012 عن عام 2011، حوالي 100% بالنسبة لأسطول طائرات الفالكون 7 إكس، وهي الطائرات المشهورة في عملية الفخامة بالنسبة لطائرات رجال الأعمال. النمو التصاعدي متوقع في 2013 حسب الدراسات، التوقع تقريبا حوالي 6% من ناحية حجم السوق، وإحنا متأكدين أن هذا النمو بيكون طبعا معمم على خدمات رويال جيت ونموها من نمو السوق طبعا مع بعض. أما على صعيد القطاع فتحظى المنطقة ما بين 4 و7% من إجمالي الطائرات الخاصة في العالم بحسب هانيويل، ولكن لا يأتي هذا النجاح من غير عقبات، فإلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والتحديات التي تعاني منها جميع شركات الطيران، تتصارع شركات الطيران الخاص مع ظاهرة السوق الرمادية، أي حين يتم تأجير الطيارات الخاصة بشكل غير قانوني عن طريق وسطاء غير قانونيين وبأسعار منخفضة. السوق قاعد يعني بشكل مخيف يمكن تتوسع، واحنا يعني ما نلقي اللوم على حد، ولكن نطلب من الجهات المسؤولة وزي الطيران المدني ان تحط قوانين صارمة وتنظم عمليات المبيعات في قطاع الطيران الخاص مثل ما هي موجودة في الطيران التجاري. اليوم يعني السوق الشرق الأوسط نمى بشكل كبير، يعني فاحنا محتاجين للجهات التنفيذية وجهات رقابية على هذا القطاع. من هنا تبدو الرؤية واضحة، وكأن غيمة الأزمة المالية ابتعدت، على أمل أن تقوم البيئة الاستثمارية وقواعد الطيران بدعم إقلاع الطيارات الخاصة في المنطقة.